في ناس بتروح تقول اني انا شحوب وجهي ده ووشي والكلام ده كله نتيجة انا لو بعمل دايت، انا الدايت ده هو اللي مسبب لي ده. اكيد لو ده الدايت بتاعي مش متكافئ اكيد جدا ممكن يحصل ده. في بعض الانظمة للأسف هو بيعتمد بس على فكرة الكالوريز، والكالوريز كل ما انت بتقللي للجسم حجم الطاقة اللي داخله له فجسمك اوريدي هو أذكى مما احنا نتخيل. انت لو بتديله 100 كالوريز في اليوم هو هيتعامل على كده ويقلل اكتر، فاحنا كل ما جسمي انا بقلله كالوريز فهو يروح يقلل الباور بتاعه، فانت ما تاخديش افكت فتضطري تعملي ايه ان انت تقللي كالوريز تاني وهكذا لغاية لما انت تقللي الدايت تقللي وجباتك تماما. زي بعض الأنظمة اللي كنت بشوفها يعني لبعض الزملاء يعني، أو في بعض العملاء بيجوا بيعرضوها علينا فيقول لي مش عارف أنا الصبح بتاعي معلقتين فول ومش عارف زيتونة، زيتونتين لا زيتونة واحدة، زيتونة واحدة؟ زيتونة واحدة، الزيتونة دي بتطلع بس من وإحنا بنطلعها يعني بندوق. لا هو في بعض الأنظمة تبقى صعبة، مش عارف معلقتين مكرونة من غير صوص، بقول لهم يا جماعه انتوا بتاكلوا كام؟ ده تعذيب، ده تعذيب بالظبط. هو في ناس بتقلل جدا بناء على التقليل، جسمك مش اخد باور فطبيعي بيعمل ان هو يدخل ياخد الباقي الباور بتاعه من الفاتس بتاعت من جوه الجسم. ودي الفكره اللي اوريدي احنا بنعتمد عليها جدا في الصيام المتقطع، بس من غير محرم الجسم. يعني انا في الصيام المتقطع بنقول ان احنا ممكن ناكل تو ميلز او ثلاث وجبتين او ثلاثه وفي نفس الوقت اكلهم بشكل مشبع من كل اكل البيت بكميات اوبن في بعض الحاجات زي البروتين والخضار والسلطه، دول نمبر 1 عندي، دي الكميات الاوبن الحاجه الوحيده اللي عندنا في النظام تبقى اوبن. من ضمن البروتين ده حتى الحاجات الناتس وغيره من الحاجات دي كلها، كل انواع اللحوم والطيور والاسماك هايله جدا جدا معانا عشان خاطر اخلي الجسم بتاعي ما يدخلش في مرحله الشحوب او ان هو يبقى في حاله سيئه. وقت الميل بتاعي انا باكلها بشكل جيد جدا، وبعد ما تخلص الميل بتاعتي بدخل في حاجه اسمها صيام على المشروبات او حاجات زيرو كالوريز عشان ما تشغليش الانسولين. وانس ان ده بيحصل فانا الانسولين بتاعي مش شغال، فالجسم بيحتاج طاقه فبيضطر ان هو يدخل يكمل الطاقه دي من جوه، يكمل من الدهون بتاعته. ودي الفكره العظيمه بتاعت الصيام المتقطع، اخد باور عاليه جدا طول اليوم، اكل وجبه كلي فرختين ما عنديش مشكله مع الخضار بتاعك ايا كان نوعياته، ملوخيه وباميه وكوسه وبسله فاصوليا ايا كان، كل الحاجات الجيده جدا دي بتديني باور جيد جدا للجسم، اشبع منها بشكل كويس، وبعد كده استوب الاكل